اوكي بدأ فكرة تكوين محلات مستلزمات الحلويات. أنا فيصل أحمد باعيسى من مواليد مدينة جدة بالسعودية. بديت سنة 91 في نشاط مجال الحلويات. أول ما بديت نشاط مجال الحلويات كان أخوي عنده محل حلويات، فاشتغلت معه لمدة سنة في محلات الحلويات. كانت الفكرة إنه محلات الحلويات لما بدأت من في سنة في التسعينات كانت تشتغل الستاندر بس الكيكات العادية جدا. فخلال سنة واحدة صراحة أنا مليت من البزنس لأنه لقيته البزنس مرة عادي جدا، فكنت أحاول إني أدور على حاجة جديدة. فأخويا قال لي لا تتعب نفسك، البلد كله ماشي بهذا السيستم وما في أي شيء جديد. فذاك الوقت قلت له خليني أنا أحاول، قال لي خذ براحتك. فأخذت لمدة سنة كاملة أسافر برا، كنت أسافر لأوروبا وأمريكا وآسيا بالذات. تمام، كنت أدور على محلات الحلويات، على معرض الحلويات الدولية. كانت فرنسا تقريبا رقم واحد في بزنس الحلويات، وإيطاليا تيجي بعدها، وبعدين تيجي أمريكا وألمانيا. أخذت فكرة كبيرة جدا، أخذت محلات المعارض الدولية كاملة، لقيت العالم يعني في مجال بعيد، فوريتها الشيف يعني على سنه يشوف النشاط ويشوف الحاجات الحلوة دي كلها، وأطلب منه يبدأ يغير المحل بالشغلات هذه كلها. فصراحة الشيف حبطني في الوقت نفسه، قال لي هذه الشغلات كلها تحتاج مواد خام، تحتاج أدوات، تحتاج أشياء كثيرة جدا ما هي عندنا. تمام، فمو كل صورة ممكن ننفذها. فقلت له طب أعطيني الطلبات اللي تحتاجها، فأخذت من عنده الطلبات. فقررت يعني في ذاك الوقت إني أبدأ أستوردها لحسابي الخاص، تمام، لحساب محلات أنا. بديت أتواصل مع الشركات اللي أنا زرتهم، تمام، فالشركات كلها حتى لما بديت أتواصل معهم قالوا لي إنك تأخذ حبة حبتين أو كمية بسيطة جدا صعب إنك تشتغل في المجال هذا، وراح يكون مكلف أكثر من قيمة التكاليف نفسها للكيكات اللي أنت راح تسويها. فإذا حبيت تشتغل لازم تشتغل تجاري. تمام، بدأت الفكرة تتحط في رأسي جدا، ليش ما أنا أفتح مجال تجاري بحث وأوفر كمية، أوفر أصناف بكمية كبيرة جدا. فالحمد لله يعني كانت الفكرة مرة جيدة جدا. وكنت بديت أول ما بديت مع أمريكا، بدأت مع شركة كبيرة من الشركات الأمريكية اسمها شركة ويلتون، فزرتهم في محلاتهم نفسهم، أخذت المنتجات كاملة، بديت أول طلبية، فكان رد فعلها بالنسبة للسوق عندي حاجة مرة كبيرة جدا. كان محل الحلويات اللي عند أخويا بيسوي كيكات متميزة، كان هو الوحيد اللي يسوي الأصناف الفلانية. بعد 6 شهور قلت له بدي أخذ الأصناف دي وأبيعها لمحلات ثانية. فأخويا زعل صراحة، قال لي أنا متميز الآن، راح تيجي توزع الفكرة كاملة. قلت له أنا عندي كميات وعندي استيراد بالكونتينرات، فمحل واحد ممكن ينفذها. تمام، فاتفقت معه اتفاق معين، قلت له أول 6 شهور لأي منتج أجيبه يكون أنت تتميز به، تنزل أنت في السوق، بعد 6 شهور الأولى نزلوا عام كامل. الحمد لله يعني بديت بداية مرة جيدة جدا، السوق شجعني جدا، الأفكار كلها كانت جديدة، أي صنف كنت أجيبه كان صنف جديد، فكانت نتيجته مرة حلوة. محلات الحلويات بدأوا يسووا الكيكات ويسووا ياخذوا أدوات التزيين اللي أنا أسوي لهم هي وأخذوا الأدوات نفسها، بدأوا يحسوا نفسهم متميزين. فبدأ الشيفات نفسهم هم اللي يتواصلوا معنا، تمام، يقولوا إحنا نبغى الأشياء هنا، نبغى الأفكار الفلانية، كل شيء معين. فأنا كان الحمد لله تواصلي جيد خارجي، تمام، هذا ساعدني جدا إني أوفر الأصناف الجديدة. كنت كل سنة أروح المعارض الدولية، كل سنة أشوف الجديد، وأول ما أشوف أي حاجة جديدة أبدأ أجيبها وأستفيد منها. تمام، فكانت ردة الفعل مرة جيدة جدا. بديت من جدة، ومن جدة بعدين انتقلت إلى الرياض، فتحت فرع في الرياض، ومن الرياض انتقلت فتحت فرع في الدمام. فكانت مرة بالنسبة لي يعني نشاط جيد جدا، نشاط متميز صراحة. في ذاك الوقت كانوا الناس اللي يمون محلات الحلويات بس المحلات الكبيرة، الموزعين الكبار. تمام، فأنا قررت إني أفتح شوروم لربة الأسرة. فالأصناف اللي كنت أجيبها كنت أجيبها عبوتين، عبوة للطاعي وعبوة جملة، فتميز بهذا الشكل. واجهت مشكلة أكثر من محلات الحلويات، بدأوا يزعلوا تقولوا أنت دحين بتجيب الشيء لربة الأسرة، ربة الأسرة صارت تسوي الكيكة في بيتها وما تحتاج لنا. تمام، فصارت عن جد بالنسبة لي منافسة كبيرة جدا بالنسبة ليهم، وبعضهم يحاول رفض. تمام، صار المندوب عندي يروح محلات الحلويات ما يخلوا يقابل الشيف، يخلوا يرفضوا. تمام، يبغوا يحبطوني اني افتح مجال القطاعي. فحاولت قدر الامكان اقنعهم بحاجه معينه، بقول لهم مثلا انت كمحل حلويات مثلا موجود في شارع واحد في 3-4 محلات حلويات، وكلكم بتسووا كيكه مثلا خلينا نقول كيكه الفراوله. ففي واحد بيتميز بالطعم، وفي واحد بيتميز في الديزاين، وفي واحد بيتميز في السعر. تمام، فهي نفس الكيكه لكن بينتجوها ناس مختلفين، انت وشطارتك. انا اوفر للكل، وانت وشطارتك انك تتميز فيها. فالحمد لله يعني مع كثرة الأصناف اللي صرت أجيبها المحلات كانت هي اللي تحتاجني أكثر.
فكسرت حاجز التصادم اللي كان بيني وبينهم، لانه بدا هم اللي يحتاجوني اكثر في البزنس هذا كله. البزنس بدا نشاطه كل حاجه معينه، فقررت اني انتقل الى مرحله خارج السعوديه. فكانت اول نقطه بالنسبه لي اللي هي دبي. دبي بالنسبه لي هي مركز الشرق الاوسط، وهي النقطه الانطلاقه اللي ممكن اطرق فيها للعالم كله باذن الله. تمام. ودبي كانت متميزه انه عندها معارض دوليه قويه جدا. فاول مره بدات شاركت في معرض الجلف فود حقه اللي هو في المركز العالمي للمعارض، فلقيت اقبال مره جيد جدا جدا جدا. لقيت الزباين اللي جايين من هناك جايين من كل دول العالم، دول العرب من الشرق الاوسط كامل، فكان بالنسبه لي مشجع جدا، فقررت اني افتح فرع في دبي. فتحت فرع في 2006. كان اكثر مما اتوقع صراحه. تمام. كان يعني مره ممتاز جدا. ولما بديت في دبي كمان بديت بفكره ثانيه، بديت اني اسوي مدرسه لتعليم ديكور الكيك. فدبي لانها منفتحه كثير جدا، فصارت بالنسبه لي قوه، صرت ادرس وابيع الاصناف في نفس اللحظه. فكانت مره بدايه قويه جدا. تمام. بديت في 2006 والحمد لله يعني العمل مشي كويس جدا، وصرت عندي كونت البراند الخاص ب CDC اللي هو كيك ديكوريشن سنتر اختصار لها. تمام. فصرت اجيب الاصناف نفسها خاصه بالبراند حقي، صرت استورد نفس الاصناف، صرت استورد الاصناف كلها مطابقه للمواصفات الخليجيه. تمام. المواد الغذائيه كامله يعني رتبناها على اساس انها تكون مواصفه المواصفات الخليجيه كامله. والحمد لله يعني بزنس مره مشجع جدا، واحنا هنا في دوله صراحه يعني بتشجع التجار، بتشجع كل جديد في السوق. فكانت بالنسبه لي انطلاقه اكثر من ممتازه. جميل. طيب شو هي مميزاتكم او الخدمات اللي تقدمونها؟ احنا اول حاجه انه احنا نقدم فكره جديده. تمام. اي حاجه جديده في السوق لحاجه معينه بنحاول نتميز فيها. نقدم الاصناف نفسها اللي احنا بنقدمها بمواصفات الخليج. تمام. ممكن نجيب اصناف يعني غير المواصفات، نستورد بكميات، فبيساعدنا انه اسعارنا تكون افضل اسعار. نغلف الصنف ونجهزه انه ينفع لربة الاسره وينفع لمحلات الحلويات او محلات الجمله. تمام. فعاده ربة الاسره لما تبغى تاخذ الشيء تلاقيه انه صعب تاخذ كميه كبيره. لا، تيجي عندنا تاخذها الى سبع الكيكه او كيكتين تكفيها الصنف نفسه. تميزنا في اصنافنا، تميزنا في الديزاينات اللي احنا نجيبها، هذا يساعدنا اكثر من نكون احنا متميزين في السوق. جميل. طيب كيف شروطك بالنسبه لاختيار موظفينك او طريقه تعاملك معهم؟ اول نقطه بنحب نحطها انه موظف يكون يحب الجديد. تمام. اذا هو يحب الجديد نفسه يبدا خلاص يتطور مع العمل، يحب البزنس نفسه، يفهم الكيك نفسه كيف يتسوي. بالنسبه للديكوريشن، بالنسبه للاعدادات، بالنسبه للخبير، كل شيء معين. عندنا اشياء تعليميه بالنسبه لهم كامل جدا، نوريهم الصف كامل، نوريهم كيف استخدامه، كيف كل حاجه معينه. اذا الشخص عشق الشغله نفسها يبدا فيها. والحمد لله كل واحد يشتغل معانا الان يعني مبسوط في العمل جدا، وبيحب البزنس اكثر من اي شيء ثاني، فيعتبر البزنس هو بالنسبه له هو 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 روحه. جميل. تمام. هو حياته كامله.
طيب شو طموحك او شو خططك المستقبليه ان شاء الله؟ اذا ربنا يسر وربنا يعني مشيت الامور كويسه جدا احنا حنكون نفتح مجال خاص للفرنشايزنج. تمام، احنا عندنا فكره حلوه جدا متميزه ما هي موجوده في اغلب اماكن العالم. تمام، فنبدا يعني احنا بالذات حلنا في الامارات بيجون ناس من دول الشرق الاوسط كامل يقولوا نفسنا يكون نفس البزنس هذا نفسه موجود عندنا في بلدنا. تمام، فهذه بالنسبه لي يعني التحدي الاكبر انه نجهز نفسنا ونهيئ نفسنا ان نكون مستقبلا في كل الدول العربية بإذن الله. جميل، طيب شو النصيحة اللي تقدمها لجميع الشباب المقبلين على هذا المجال أو رجال الأعمال المقبلين على هذا المجال؟ والله أول خطوة يعني بالنسبة للعمل حب الشغلة. إذا أنت حبيت الشغلة راح تبدع فيها. تمام؟ من ناحية تجارية ومن ناحية مادية كل شيء راح يجي بعد. إذا حبيت الشغلة راح تلاقي نفسك وقتك كامل له، تفكيرك كامل فيه له، وبإذن الله ينعكس عليك ماديا. إذا تكلمنا عن الجامع الوطني، ما هي رسالة شكر التي تقدمها لشيوخنا وحكامها في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ اللهم لك الحمد، يعني بدون الدعم وبدون المساندة لحكامنا ما كنا نقدر نسوي أي حاجة. تمام، صراحة بدونهم ما كنا نقدر نشتغل. تمام، نشكر حكامنا على دعمهم للتجارة، على دعمهم للأفكار الجديدة، على دعمهم مساعدة الشركات في جميع الأزمات. واضح جدا اللي حصل أيام بداية الكورونا، فكان في دعم كامل جدا من الحكومة في أي شيء نحتاجه. تمام، الحمد لله، فوصلنا إلى نقطة جيدة، وبإذن الله بدعمهم حيساعدنا نستمر دوليا بإذن الله. نشكرهم على كامل الدعم. تمام، ولازمنا كمان نطمح للأكثر والأكثر ودعواتهم بإذن الله. مركز ديكور كيك موجود في الإمارات، في إمارة دبي، في منطقة المرقبات، في مركز وربا للتسويق. احنا متواجدين يعني عندنا شروم خاص بالقطاعي، وعندنا قسم للجملة في الإمارات. جميل. ايوه، وعندنا فروع ثانية في السعودية بالنسبة لجدة والرياض والدمام. جميل، شكرا لك. عفوا.